ونسألك يا ربنا ألا تعذبنا بنارك. اللهم إنا لا نبرح عن بابك فلا تعذبنا بأليم عذابك يا رب، إن لم نكن لك كما أمرتنا فأنت ذو عز وغنى، ونحن المساكين إن لم تكن لنا. إلى من نلتجئ إن صرفتنا؟ بمن نتوسل إن حجبتنا؟ فجد اللهم علينا بفضلك، وأعتقنا من النار برحمتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها العز والتمكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نتضرع إليك في هذه الليلة المباركة أن تلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع الظلم عن المسلمين، اللهم ارفع القهر عن المسلمين، اللهم ارفع الاضطهاد والاعتداء على المسلمين، اللهم ارفع القهر عن المسلمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم إنهم طغوا وبغوا واعتدوا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم إنا نتضرع إليك أن تعجل بخلاص المسجد الأقصى يا رحيم، اللهم عجل بخلاصه يا أكرم الأكرمين. اللهم أرجعه إلى حضيرة المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى تقر أعيننا برجوع المسجد الأقصى عزيزا بعز الإسلام، شامخا بشموخ الإيمان. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا وملكنا محمدا السادس. اللهم اكلأه بعنايتك واشمله برعايتك